أن المواطن ينزل. خلاص؟ لأن المواطن عشان ينزل يروح يدي بصوته لازم يبقى عنده حاجة تحفزه أن هو يعمل هذا. خلاص؟ وإلا هنرجع. طب ليه قبل الثورة قبل 25 يناير ما كانتش الناس بتنزل؟ اللجان كلها كانت فاضية. يعني احنا عارفين النتيجة. ما عندوش الموتيف، ما عندوش الحافز اللي يخليه يحس أنا هنزل وحد بصوتي وهعمل فرق. صوتي ده هيعمل فرق. ولذلك كان أعلى عدد حضور كان في الانتخابات البرلمانية، وهي أول انتخابات بعد الثورة 25 يناير. فالحافز كان عالي جدا. طيب المرة دي يعني أنا سعدت الحقيقة بترشح الفريق سامي عنان، مش عشان خاطر الفريق سامي عنان، ولكن إن يعني يبقى في نوع من أنواع التنافس اللي ممكن تخلي الناس يبقى عندها دافع إنها تنزل. أنت النهاردة لو أنا نازل، أنت عارف معالي الوزير التقرير الهيئة الوطنية للانتخابات بتقول إن في 760 ألف ترشيح في الشهر العقاري، في الشهر العقاري في البتاع اسمه إيه بتاع أيوه شهر عقاري 23 مش عارف عقاري كان زمان بس بدأ شهر عقاري 760 كبر 760 ألف حد راح رشح 23 مرشح محتمل. يعني ده معناه إن إحنا ممكن نطلع لنا مثلا ب 15 20 يعني أمل.